بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اللود كومباينيشن على فريم كده 2 دي سريع عشان بس نفهم الحالات بتاعت اللود كومباينيشن. هندخل على نيو موديل، نتاكد من الوحدات ونقول بلانك. ممكن نقفل واجهه ونفتح هنا ايديت جريد داتا موديفاي شو سيستم. انا عشان اضيف هنا فلازم اعمل له، او عشان اشتغل على السبيسنج لازم اضيف على الاقل واحده. بعد كده انا عندي، هفترض ان انا عندي الفريم بتاعي 18 متر، تمام؟ فهلاقي ان انا عندي 9 9 0 وفي اتجاه الزد 4 4 1 0، تمام؟ ده طبعا لان احنا هنشتغل على فريم 2D. ندخل على الاكس زد، انا عاوز ارسم بقطاعات. ادخل على ديفاين سيكشن بروبرتي فريم سيكشن، نعمل امبورت. لو انا هشتغل هوت رول سيكشن الافضل ان انا اعمل امبورت، ما ارسمش الحاجه بايديا. هلاقي ان انا عندي في اليورو كود موفر لي كل القطاعات اللي احنا بنستخدمها تقريبا واكتر بكتير. يعني ممكن اختار مثلا اي بي اي 360 او اي بي اي 400. اي بي 360 هو ال 400 وال 360 اللي هي الاي بي هات دي، اللي هي من غير حروف بعديها، هي دي القطاعات اللي عندنا في الجداول اللي احنا بنشتغل فيها بمصر. يعني هنجي داخلين كده بقى راسمين، واحنا بنرسم العمود يفضل انك ترسم مثلا، انا مفترض هنا ان الحيطه بتاعتي 4 متر، تمام؟ طبعا احنا نسينا مكان الكرين. لو احنا عاوزين نبقى يعني حاله اشمل شويه نحط الكرين بتاعنا، فاحنا ممكن نشتغل برضو على السبيسنج ونخلي هنا نضيف جريدين زيادة، نخلي دي 8.5 أو نص، 8.5 8.5 بعد كده نص، بحيث إن أنا عندي فيه كرين يمين وكرين شمال اللي هو البراكت يعني. وهنا ممكن أخليها على ارتفاع 6 متر، يبقى هنا أخليها 4 2 2 1 بس كده. بس وابدأ ارسم. انا مفترض عندي ان الحيطة بتاعتي 4 متر، تمام؟ ده ليه؟ عشان الجزء بتاع الرياح، لان انا الرياح مش هيتحمل الا على الكورجيت شيت بس. فهبدأ ارسم من هنا لغاية هنا ب 360، بعد كده لغاية هنا هطلع الميل بتاعي كده، ارسم من هنا لغاية هنا ومن هنا لغاية هنا بس كده. بعد كده اعمل دي هنجل هنجل وارسم البراكت اليمين والبراكت الشمال، تمام؟ طيب دلوقتي رسمت الفريم بتاعنا. احنا دلوقتي عاوزين نعرف الحالات التحميل اللي موجوده، تمام؟ خلي بالك احنا شغالين على 2D، فال 2D الاحمال اللي موجوده عندنا هي ايه؟ هي الديد واحمال اللايف واحمال الويند ليفت. الاحمال الويند اللي بتيجي من هنا وتأثر لي على الفريم ازاي، والويند رايت اللي بتيجي من هنا، تمام؟ طبعا لو انا شغال على 3D كان هيبقى في احمال اللي هو الويند فرونت والويند باك، ما فيهاش مشكله، انت ممكن تجيبها من الكود وتحطها على 3D. على فكره الموديل 3D سهل جدا يعني، مش صعب، بس هو ممكن ياخد في مده اطول. عشان كده انا اشتغلت على 2D عشان الفيديو ما يبقاش مساحته كبيره او الوقت بتاعه مش كبير، خصوصا ان احنا بنشتغل على الكومباينيشن بس يعني. طيب وفي حالة الكرين، انا عندي هنا كرين حالات، 6 حالات في ال 2D. في 3D ممكن يبقى اكتر من كده عشان البريكنج فورس بتدخل معايا في الاعتبار. طيب ندخل بقى نعرف حالات التحميل او اللود باترن اللي عندنا. في ال 2D يفضل انك تخلي الديد بصفر، يعني ما تخليش البرنامج يحسب لك اي ديد، تمام؟ لان انت ما عندكش ديد يعتبر دلوقتي غير الفريم بس، اللي هو يعني وزن من ضمن اوزان كتيره، منها الكورجيت شيل، منها البرلين، منها السايد جيرت، منها البريسنج الهوريزونتال والفيرتيكال. فيفضل انك تخلي انت اللي تحط الاحمال دي اللي هي كانت بتبقى حوالي 30 كيلو جرام على المتر المسطح، تمام؟ فانت يفضل انك تخلي انت اللي تحسبها يعني. لكن لو 3D لا، بالعكس يفضل انك تخلي البرنامج يحسب جزء منها، لان ساعتها هيبقى في اجزاء كتيره انت راسمها. طيب جينا هنا هنخلي هنا البرنامج هو اللي يحسب الديد. نبدا بعد كده ندخل اللايف، نختار هنا النوع لايف اد، بعد كده ويند ليفت،
والويند رايت برضو. عندك بقى كرين واحد، 6 حالات كرين هنشوفهم واحنا شغالين. بعد كده هنفترض ان احنا عندنا لو الفريم بتاعنا ده زاد عن 40 متر وعاوزين ندخل ناخد تأثير الحرارة معانا في الاعتبار، فبرضه هناخد التمبريتشر موجب، بس دي طبعا خليها تمبريتشر موديفاي وتمبريتشر سالب. ايه اوكي، نعمل سيف كده. تمام، نبدأ بقى ندخل الأحمال. احنا طبعا يعني هندخل كده أحمال سريعة مش بحسابات دقيقة يعني. فهنفترض إن احنا عندنا الديد لو طبعا بيأثر فوق هنا على الرافتر، فهنقول أساين فريم لود ديستريبيوشن. طبعا احنا عندنا الأحمال الرأسية دي بتبقى في اتجاه الجرافيتي بروجكت عشان تتضرب في الحمل أو في المسافة الأفقية، ما عدا الكفر الوحيد بس اللي بيبقى على المايل، واحنا بنقسمه على مثلا في على السبيسنج او بنضربه في السبيسنج على الكوزاين الفا. تمام، عشان كده برضو بندخله معانا كرافيتي بروجكشن. طيب هنفترض مثلا ان الاحمال بتاعت الديد بوينت 3.5 طن على المتر الطولي ابلاي. بعد كده نفس الموضوع، هو ده كان ليه كرين، احنا عاوزين هنا في حالة الديد بوينت 3.5 ابلاي. تمام، ممكن نيجي ماسكينه كده ونشوف الكرين واحد اللي كان موجود عليه ده ونقول له ديليت ابلاي، نتأكد عندنا هنا الديد هو بس اللي بوينت 3.5. تمام، بعد كده حالة اللايف نمسك ده نقول ريبليس. طبعا نيجي قايلين مثلا في اللايف هنقول بوينت 3.6 مثلا اي حاجة. بعد كده ممكن نقول حالة الويند ليفت. حالة الويند ليفت الاحمال بتاعتي بتكون عمودية على المنبر، فهنمسك العنصر ده والعنصر ده، احنا شغالين على الويند ليفت. نفترض ان مثلا بوينت 3، لان ده اللي هو بوينت 8، ده انا مفترض ان الجزء ده هو جزء الحيطة، انت على حسب الحيطة اللي موجودة عندك. لكن انا مفترض هنا ان انا عندي حيطه 4 متر، بعد كده كورجيت الشيت هنا وكورجيت الشيت هنا، فهو ده اللي هيشيل الرياح بس. غلط انك تحمل الرياح على الكل عشان هيجيب لك احمال زياده وخلاص، احنا الاحمال الرياح هتاثر على كورجيت الشيت، ومن كورجيت الشيت هتروح على الاعمده او المين سيستم بتاعي. فده وده اللي هو البوينت 8، فهنقول هنا بوينت 3 والاتجاه لوكال في الاتجاه التاني، ونقول له ابلاي. بس ده صح كده، وده نفس الموضوع بس نص، فهنفترض انها بوينت 2 مثلا ونقول له ابلاي. عندي حالة الويند رايت، همسك ده وده ونقول له ان ده بوينت 3 ابلاي، نغير الاشارات بتاعتهم، او ده صح لكن ده اللي عاوز يتغير الاشارة، نخليه سالب. تمام، وده نخليه بوينت 2، نخليها موجب، وده بوينت 2 ونخليها سالب. تمام، ده اللي هو حالة الرياح. لو الرياح خبطت من هنا هتعمل هنا بوينت 8 وهنا بوينت 8 من اللي هو الكيو في الكي، وهنا نفس الموضوع بوينت 5 بوينت 5 اللي هو السي اي يعني. تمام كده خلصنا من الرياح، نخلص بالمرة من الحرارة. فنعرف هنا التمبريشر موجب. طبعا احنا عندنا في الحراره احنا قلنا لو المنشأ في الاتجاه ده اكتر من 40 متر واحنا مش عاوزين نعمل تو مين سيستم. تمام، فبنشتغل على الحراره، بنيجي ماسكين كل المنبر كده اللي في الاتجاه ده بس، خلي بالك اللي في الاتجاه ده بس، في الاتجاه التاني لو انا عندي المسافه اكتر من 40 متر بنعمل حاجه اسمها اكسبانشن جوينت، مش بنعمل ما بناخدش تاثير الحراره في الاتجاه التاني، حتى لو عامل موديل 3 دي بتاخد تاثير الحراره في الاتجاه ده بس، لو المسافه اكتر من 40 متر في الاتجاه ده. في الاتجاه التاني لا، بستخدم حاجه اسمها اكسبانشن جوينت اللي هي بعمل سلوت للمسامير عند كل 40 متر.
طيب مسكت العناصر كلها، بقول له بقى assign frame load وهعمل على التمبريتشر. احنا عندنا في ال في الستيل بيبقى موجب 30 وسالب 30 تمام، باي element temperature 30، واجي امسكهم كلهم تاني وتمبريتشر سالب واخليها سالب 30 واقول له ابلاي. كده حطيت احمال الرياح والديد واللايف وحطيت احمال الحراره تمام. ده بافتراض طبعا ان المين سيستم بتاعي اكبر من 40 متر. نخش بقى على الكرين اللي عندنا. احنا عندنا احمال الكرين احمال جوينت، يبقى الساين جوينت لود فورس كرين واحد. كرين واحد بفترض ان انا عندي الكرين بتاعي اقرب ما يكون من الجزء ده تمام، وشايل احمال رأسية بس، يعني ما بيعملش ايه يعني مش ماشي. طول ما هو ماشي بيعمل حاجة اسمها لاترال شوك، فانا بفترض ان هو اقرب ما يكون للبراكت ده وواقف مثلا مش بيتحرك وشايل اقصى كباسيتي عنده. انا افترض ان هو لو وقف هنا كده بيديلي حمل عند النقطة دي زد مثلا سالب 10 تمام، وهنا هيعطي لي المينيمم بتاعه اللي هو واحد احمال رأسية بس. طيب في الكرين اتنين او الحالة التانية، هفترض ان انا عندي هنا العشرة اللي هو يتقلب بقى الجنب التاني وهنا الواحد تمام. طيب في حالة كرين تلاتة، هفترض ان هو هنا بالعشرة تمام، وفي الاكس كان بيعمل لي لاترال شوك، يعني هو كان ماشي وهو اقصى ما يكون للنقطة دي تمام. فهو في اتجاه الاكس هفترض في حاجتين، يا اما بيتحرك في الاتجاه ده يعني قاعد بيخبط في الاتجاه ده، او قاعد بيخبط في الاتجاه ده بس وهو ماشي هنا تمام. فساعتها هيبقى الاكس هنفترض مثلا انها واحد، احنا عند النقطة دي سالب واحد عشان يدي لي عكس اتجاه الاكس كده تمام. وهنا في نفس الحالة هتكون واحد وهنا مثلا بوينت واحد في نفس الاتجاه تمام، لان هو مش معقول هيبقى بيخبط كده. طبعا الحالات دي موجود ليها فيديو ممكن تبقى تشوفه، يعني اللي هو ازاي بيخبط هنا ويخبط هنا عشان ما نطولش فيها. طيب الحالة الكرين التالتة او الرابعة، نقلب بقى العكس، هيبقى هنا عشرة، هيبقى هنا عشرة والاتجاه بتاع الاكس طبعا بواحد، نقول ابلاي تمام. وهنا هيكون واحد وبوينت واحد تمام كده. طيب ايه الحالة التانية؟ نفس الموضوع، اتأكد كده من حالات الاحمال بتاعتنا، نقول ديسبلاي لود اسايمنت جوينت كرين واحد ابلاي. دي حالة كرين واحد، دي حالة كرين اتنين موجودة فوق هنا اهي تمام، كرين تلاتة عشرة واحد بوينت واحد واحد تمام، كرين أربعة مظبوطة قلبنا هنا. طيب مفيش مشكلة، بعد كده ندخل على الساين، احنا عاوزين نحدد النقطة دي، الساين جوينت فورس كرين خمسة بقى. كرين خمسة العكس، العكس ازاي؟ يعني نفس الموضوع، هنا هيبقى عشرة بس المرة دي بدل سالب واحد هتبقى واحد اللي هو الاتجاه التاني تمام، يعني في الاتجاه ده، وهنا هتكون واحد وبوينت واحد تمام. طبعا الاحمال اللي هي اللاترال شوك والاحمال الرأسية دي انت بتجيبها بالظبط، انا هنا بفترضها يعني افتراضات بس عشان نحل نخلص الفريم بتاعنا بسرعة. اخر حاجة اللي هي كرين خمسة او كرين ستة اللي هو العكس بقى، هنا هيبقى سالب عشرة وي واحد، وهنا هيكون سالب واحد سالب بوينت واحد او بوينت واحد تمام. نقول له اوكي، نتأكد كده من الاحمال اللي موجودة عندنا سريعة، فنقول له ديسبلاي لود اسايمنت، نقول مثلا اللي هي الاحمال اللي على الفريم، ابدأ بالديد، ده حمل الديد مظبوط، بعد كده حمل اللايف مظبوط، حمل الويند ليفت مظبوط، حمل الويند رايت مظبوط تمام. بعد كده ندخل على الكرين،
ادي ده الحاله الاولى اللي هو هنا 10 وهنا 1، بس الكرين ثابت ما بيتحركش. هنا 10 وهنا 1 تمام. بعد كده كرين 3، هنا 10 بس ما بيتحرك، فقاعد بيعمل لي لاترال شوك في الاتجاه ده اللي هو 1 وهنا بوينت 1، بقى ماشي هنا وبيعمل لي لاترال شوك في نفس الاتجاه. ده العكس بتاعه وده العكس بتاع ده تمام. وحالة التمبريتشر اللي هو لو جيت بصيت على اي منبر من ده هلاقي ان التمبريتشر بتاعته موجب 30 وسالب 30 تمام. كده اتأكدت ان انا حطيت الاحمال بتاعتي. ادخل اعمل سيف الاول، بعد كده ادخل اعمل ديفاين لود للود كومباينيشن اد نيو كومبو. اول حالة عندنا هي حالة الديد تمام، ان انا عندي المنشأ ما لهوش غير ديد، ونختار ديد ونقول له اد تمام، والسكيل فاكتور بواحد. طيب ونقول له اوكي اد نيو كومبو، نقول له ديد زائد لايف. ادي الديد واحد لايف بواحد. ممكن ناخد دي كوبي كده اد او اوكي تمام. نيجي داخلين على ده نقول اد كوبي اوف نيو اوف كومباينيشن، نعمل هنا في. دلوقتي بقى احنا عاوزين نشوف حالات التحميل اللي هتبقى عندنا تمام. احنا جبنا الديد واللايف. طيب الديد ناخده الاول مع الويند تمام، فعندنا ده هناخده مع الويند ليفت ونقول له موديفاي. بس خلي بالك بقى دلوقتي احنا المفروض في الاخر، ما نخلص كل الحالات التحميل اللي هنحطها دي هنقارن بين الحالات وبعضيها. بس احنا عندنا في الاي اس دي اللي هو الكود اللي شغالين بيه بيقول لك لو عندي الاحمال فيها كيس 2 اللي هي احمال ويند او احمال تمبريتشر او احمال كرين اللي هي لاترال شوك او بريكنج فورس او ايرث كويك، طبعا الاحمال دي بتخليك تزود الالاوبل ستريس بنسبه 1.2 تمام. فاحنا عشان نقارن بنقلل السترينج اكشن اللي عندنا بالنسبه اللي هي 1.2 دي عشان نعرف نقارن بين الحاله والتانيه وناخد الاكبر منهم تمام. لان احنا لو الحاله الكبيره هي الوين ماشي، ما انا برضه هكبر قدامها الالاوبل ستريس، فانا عشان اقارن لازم انا اوحد بين الاثنين. فعشان كده اما اشتغل على الحاله الثانيه باجي ضارب السكيل فاكتور ده ببوينت 3.3 اللي هو 1 على 1.2 تمام، ونقول موديفاي. وهنا نفس الموضوع بوينت 8.3 ونقول موديفاي. ده ليه؟ عشان يبقى الكومباينيشن دي كلها مضروبه في 1 على 1.2، فالبرنامج لما يجي يقارن وانا في الاخر اخد الماكسيمم يبقى انا باخد صح، والتصميم كله هيبقى في الحاله دي ايه؟ كيس 1. طيب دي طبعا حاله الديد زائد الويند ليفت، نقول له اوكي، نقول اد اوف نيوكم اد اوف كوبي اوف كومباينيشن، نقول له هنا اد كوبي اوف كومباينيشن تمام، نقول في دبليو رايت. هي الموضوع ده بيبقى طويل شويه لكن عاوز بس شويه تركيز وتخلصه والموضوع خلص خالص، هيبقى سهل خالص يعني. ونقول له اوكي، طبعا دي عشان حاله كيس 2 برضو، اي ويند كيس 2. دلوقتي خلصنا الديد مع الويند ليفت والويند رايت، ندخل على الديد زائد اللايف زائد الويند تمام. فادخل ده اد كوبي اوف كومباينيشن واقول له هنا انا عندي الويند ليفت، خلي بالك دي بوينت 8.3 موديفاي، وهنا دي بوينت 8.3 موديفاي. خلي بالك انا مسحت الديد، فخد الديد معايا في الاعتبار اد تمام. الحاله دي هنسميها ديد زائد لايف زائد ويند ليفت، وناخد دي كوبي كده معانا ونقول له اوكي اد كوبي في، ونقول له هنا دي ويند رايت، ونيجي هنا على الويند ونقول له ايه ويند رايت موديفاي اوكي تمام. كده خلصنا الحاله الديد واللايف والويند تمام. طيب ندخل على الحاجه اللي بعد كده اللي هي الديد مع الديد مع الكرينات تمام. فانا عندي اد نيو كومباين او اد كوبي برضو، نيجي هنا في الديد مع الكرين واحد، نمسح ده ونخلي ده نقول مثلا ده سي واحد موديفاي. خلي بالك بقى دلوقتي السي واحد اللي احنا كنا واخدينها دي كانت احمال رأسية بس، ما كانش فيها اي احمال افقية، فساعتها نرجع ده لواحد ونقول له موديفاي، ونرجع ده هنقول واحد ونقول موديفاي تمام، ونقول له اوكي. ممكن ناخد من ده المسمى عشان يبقى سريع كوبي
اوكي نيجي هنا اد كوبي ونقول له في سي 2، سي 2 برضو كانت احمال رأسية بس، فهنيجي هنا نقول له سي 2 ونقول له موديفاي اوكي اد كوبي سي 3. سي 3 بقى كانت فيها احمال رأسية واحمال افقية، فساعتها هنختار سي 3 ونقول له بوينت 8 3 3 موديفاي، وهنا بوينت 8 3 3 موديفاي اوكي. أربعة، الأربعة برضو فيها أحمال أفقية. أهم حاجة في الجزء ده تركز إنك عملت الموضوع بالظبط، يعني ما حطيتهاش ونسيت تعمل موديفاي والكلام ده، هو اللي ممكن يلخبط في الآخر النتائج. تتأكد إنك عملت الجزء ده صح يبقى 100 100 وتقول له أوكي. تيجي هنا تعمل آد كوبي برضو حاجة عشان ما تتلخبطش وتنساها، بعد ما تخلص شوية حلوين زي كده تقول له اوكي، عشان لو لا قدر الله الكهرباء حصل لها اي حاجة ما ترجعش تعيد من الاول، لازم تقول اوكي عشان تتسيف عنده. بعد كده تدخل عليها تاني وتيجي بقى مشتغل. انت دلوقتي خلصت الديد مع الكرينات، تشتغل بقى على الديد واللايف مع الكرينات. يبقى هدخل على كل واحدة وكل اللي هعمله انه هضيف عليها اللايف لود، فادخل على دي اقول له اد كوبي تمام، اقول له مثلا ده في زائد اللايف لود زائد كرين واحد، واقول له هنا لو سمحت ضيف لي الكرين او اللايف لود اد تمام. ادخل على ده واقول له اد كوبي دلوقتي. انا خلصت الحالات بتاعه الديد واللايف والكرين، الحالات بتاع الكرينات. ناخد حاله الديد واللايف والويند ليفت مع نفس الكرينات تمام. فممكن بقى في الحته دي الفيديو يبقى سريع شويه تمام. بس خلي بالك بقى في حاجة صغيرة، انت هنا دخلت الويند لود مع الكرين واحد، هو ده كان حمل رأس كل حاجة، بس في هنا ويند لود تمام، عشان كده دي كلها تبقى بوينت 8 3 3 ماشي، لان بقت كيس 2 خلاص، ما دام دخل معاها ويند بقت كيس 2 تمام. اوكي ممكن ندخل على دي نقول اد كوبي ونقول ده مثلا في هنا نغير بس الكرينات بسرعه. كده خلصنا 6 حالات بتاعة الويند الويند ليفت مع الكرين واحد الكرينات كلها تمام، طبعا الديد واللايف معاهم.
طيب دلوقتي بقى عايزين ندخل على حالات الديد واللايف والوين درايت مع كل واحدة من الحالات دي، تمام؟ فنيجي داخلين على دي ونقول له اد كوبي اوف كومباينيشن، نقول مثلا ده هيبقى رايت وده كرين واحد، ده كل اللي هيتغير. وين درايت موديفاي اوكي، هدخل على ده الاول كده اخد منه المسمى موديفاي كوبي، تمام. كارين اتنين، وهنا ويند ليفت او ويند رايت. هي الجزء ده ممكن يطول وكل حاجة، بس لو اتعمل صح واتأكدت منه 100% خلاص كده اتشلنا على دماغك خلاص. دلوقتي خلاص خلصنا حالة الديد زائد اللايف زائد الويند رايت او ليفت مع حالات الكرين كلها، تمام. اللي ناقص لي دلوقتي حالات طبعا، والديد برضو مع الكرين خلصت، والديد مع اللايف مع الكرين خلص. دلوقتي لسه بقى حالات التمبريتشر ما دخلتش مع اي حاجة لحد دلوقتي، تمام. فدي حاجة كويسة. هنيجي داخلين على مثلا حالة الديد، نقول له كوبي. حالة التمبريتشر احنا ما بندخلهاش مع الويند، ما بنعتبرش ان الاثنين ممكن يحصلوا مع بعض، ولو حصلوا مع بعض ما بيبقاش على طول. فيا الديد يا الويند لوحده يا التمبرشر لوحده، زي كده الارث كويك والويند بنشتغل على ده لوحدها يا ده لوحده، تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا الديد ده هيدخل مع مثلا في ديد زائد تمبرشر مومنت، تمام. التمبرشر ده كيس 2، فبرضه هنبقى بوينت 8 3 3، وعندي هنا التمبريتشر موجب طبعا ده موديفاي. فين الديد ده الاول موديفاي، بعد كده التمبريتشر موجب نفس الموضوع قال، نقول له اوكي. نيجي هنا ندخل على ده ونقول موديفاي الاول، ناخد ده كده منه كوبي اوكي اد كوبي سالب، تمام. ومن هنا نختار ده سالب، نقول له موديفاي اوكي. ندخل على ده ونقول مثلا اد كوبي، نيجي هنا نقول ديد زائد اللايف زائد تمبريتشر موجب، ونقول هنا اللايف اد، تمام كده. الديد زائد اللايف زائد التمبريتشر موجب، هنا موديفاي ناخد دي كوبي، لا معلش ناخد كوبي اوكي اد كوبي تمبرشر ده خلي سالب موديفاي، اتأكد بس ان ده انا عامله سالب، تمام كده. حالة الديد مع التمبرشر والديد زائد اللايف مع التمبرشر خلصت. احنا خلاص الويند كده كده مش موجود مع التمبرشر، يبقى احنا الحاجة الوحيدة اللي باقية لنا هي الديد والتمبرشر والكرين، والديد واللايف والتمبريتشر والكريم، تمام. فاحنا ندخل على ده ونقول له مثلا، او ندخل على الديد مع الكريم ونقول له موديفاي او اد كوبي في مثلا، ونقول له هنا ديد زي الكريم واحد، خلي ده تمبريتشر موجب، تمبريتشر موجب زائد كريم واحد، تمبريتشر موجب زائد كرين واحد قوسين كده. فين التمبريتشر؟ تمبريتشر موجب طبعا دي بوينت 8 3 3 موديفاي، وهنا بوينت 8 3 3 موديفاي، لان طبعا قلنا كرين التمبريتشر بيبقى كرين، التمبريتشر بيبقى بيكون كيس 2. اضيف هنا كرين واحد
واقول له اد. تمام كده بقى عندي التمبريشر والديت والكرين واحد. اوكي ندخل على الحالة دي كده ناخد بس منها الاسم موديفاي كوبي. اوكي ده موديفاي مش موديفاي اد كوبي كرين 2 بوينت 833 موديفاي، وهنا بوينت 833 موديفاي، ونضيف هنا حالة التمبريتشر موجبة نقول له ايه. اوكي كرين 3 نقول له اد كوبي في 3 تمبريتشر موجب اد. اوكي طيب نفس الموضوع زي ما عملت ديد وتمبريتشر موجب مع الكرينات، هعمل بقى الديد والتمبريتشر السالب. فاجي هنا قايل اد كوبي هنا في وهنا ده سالب، كل اللي اعمله هاجي داخل على ده واقول له معلش خلوه لي سالب موديفاي، عاوزين ده موديفاي ناخد بس منه اسم كوبي نقول له اوكي. هنا هنعمل بقى اد كده خلصنا الديد والكرين مع التمبريتشر موجب والتمبريتشر سالب. بقى لنا حالات الديد زائد اللايف زائد التمبريتشر موجب والكرينات طبعا تمام، ونفس الموضوع مع التمبريتشر سالب. فهناخد ده كده از كوبي كده. يعتبر كل الحالات بتاعتنا خلصت. احنا عندنا بدأنا حالة الديد، ديد زائد اللايف، ديد زائد الوين، ديد زائد الويند رايت، ديد زائد اللايف زائد الويند ليفت ورايت، ديد زائد الكرين، ديد زائد اللايف زائد الكرين، ديد زائد ويند ليفت زائد الكرين، ديد زائد اللايف زائد ويند رايت زائد الكرين. تمام مفروض في ديد زائد الويند زائد الكرين، في ديد زائد الويند. احنا خلصنا هنا الديد والتمبريتشر، قلنا التمبريتشر مفيش مع الويند،
هنا ديد زائد تمبرشر موجب، دي زائد تمبرشر سالب، ديد ولايف زائد تمبرشر، ديد تمبرشر، ديد زائد التمبرشر زائد الكرين، وهنا زودنا الديد والتمبرشر واللايف لود والكرين. هنا الحالة اللي لسه ما اتعملتش هي الديد والويند. احنا هنا ديد ويند زائد الكرين، احنا عملنا ديد ولايف وويند والكرين في ديد ويند زائد الكرين، تمام. فهنبدأ كده بسرعة، ديد زائد الويند زائد الكرين، نقول من ده اس كوبي كده، هنيجي قايلين هنا ديد زائد الويند مثلا ليفت زائد كرين واحد، ونيجي هنا كرين اد اوكي تمام. نيجي عاملين ده كده كده خلصنا حالات الديد والويند ليفت مع الكرين، تمام. نخش بقى على الديد والويند رايت، يبقى ده اد كوبي، ده ويند رايت، خد ده كوبي، خلي دي ويند رايت موديفاي. تمام كده يبقى حالات اللود كومباينيشن كلها خلصت، تمام. الديد والويند والكرين، ديد ويند وكرين، وعندي هنا ديد ولايف ويند وكرين، وديد ولايف ويند رايت وكرين، وديد ولايف وكرين، وديد وكرين، تمام. طبعا الحالات كتيرة جدا، تمام. فبنعمل في الاخر بقى حاجة اسمها، الاول نعمل اوكي احسن، انسى ان انا اسيفهم، اول ديفاين لود كومباينيشن تاني، نقول اد نيو كومبو. هعمل بقى حاله اسمها الماكسيمم، الحاله دي مخليها انفلوب، تمام، عشان تاخد لي من كل حاجه لحد الماكسيمم. ناخد بقى معانا اول حاجه حاله الديد، نقول له اد، بس كده خلاص كل حالات اللود كومباينيشن خلص.
خلي بالك اوعى تغلط وتدخل معاها حاله فرديه، يعني ما تدخلش لود باترن، اوعى تتلخبط وتدخل اللايف لوحده، التمبرشر لوحدها، الويند لوحده، كل الكلام ده او الكرين لوحده، لازم يكون لود كومباينيشن. الديد الحاجه الوحيده اللي ينفع تدخل لوحدها، عشان كده 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 احنا بنعمل لها حاله بنسميها الديد. تمام، بس نقول له اوكي. اوكي كده انا خلاص خلصت وخلصت الاحمال وخلصت اللود كومباينيشن، ممكن اعمل رن بقى. طبعا لو جاب لك الرساله دي معناها ان في مشكله عنده في الاستابيليتي بتاعت المنشا، فممكن تعمل كنسل. لو عملت كنسل هو هيحل لك المنشا عادي، بس الافضل انك ترجع تعمل تفك الحل وتيجي عامل اناليسز. انت دلوقتي لو جيت بصيت في الثري دي، هو بالنسبه للساب هو مش فاهم هو ازاي ده واقف كده وستيبل، مع انه في الاتجاه التاني لو جيت تشوف الديفورميشن بتاعه هتلاقيه ان هو انستيبل. تمام، فانت بتعمل تقول له اناليسز سيت اناليسز اوبشن وتخليه 2 دي. تمام، تخليه اكس زد بلان وتقول له اوكي. تيجي بقى تعمل ران، المره دي هتلاقيه عمل بسرعه على طول، ما خدش وقت. تمام، هتلاقي بقى ندخل على الاكس زد، طبعا ده الديفورميشن. احنا الديفورميشن هنا احنا عاوزين نجيب البندنج مومنت مثلا حالة الماكسيمم ماكسيمم. تمام، وناخد مثلا نعرف الشو فاليو مومنت مثلا. تمام، احنا القطاع الكريتيكال اللي بالنسبة لي هو القطاع ده مثلا في العمود. لو انا هشتغل على هوت رول سيكشن فانا عندي القطاع ده هو قطاع كريتيكال. تمام، فانا دلوقتي عاوز اعرف القطاع ده او الاحمال او السترنج اكشن الموجود هنا. هو هنا مطلع لي الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف للقطاع، يعني لو جيت دوست عليه كده كليك يمين هلاقي ان هو عاطي لي الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف للمومنت عند القطاع ده. تمام، طيب في ناس بتيجي جايبه الماكسيمم شير والماكسيمم مومنت والماكسيمم نورمال وتصمم عليهم وخلاص، لكن ده طبعا غلط. انا المفروض بصمم بالمومنت والكورسبوندنج نورمال والكورسبوندنج شير. فانا هاخد الماكسيمم مثلا عند القطاع ده اللي هو 16.85. طب انا عاوز اعرف ايه الحاله اللي جت منه، فده بقى ببدا ارجع كده لغايه انا الرقم بحفظه طبعا اللي هو الرقم ده 16.85، ابدا ارجع كده لغايه ما اوصل للرقم ده. احنا كان 16.85. وصلنا ليها اللي هي 16.85 اللي هي حالة الديد زائد اللايف زائد الويند رايت زائد الكرين 4. تمام، دي الحالة اللي هتجيب لي ماكسيمم بندج مومنت عند القطاع ده. اجي داخل على الحالة دي، تمام، او ممكن ادخل كده على المنبر على طول خلاص. ادي ده المومنت اللي هو 16.84، الشير المقابل ليه 1.6، الشير اللي هو عند القطاع ده. طب عاوز اجيب النورمال، اجي داخل هنا اجيب الاكسيال، هلاقي ان القيمة بتاعت النورمال سالب 4.66. اخد القيم دي وابدا اصمم القطاع ده. تمام، طبعا انت عندك في حاله فريم زي ده يعني القطاعات الكريتيكال هيبقى مثلا القطاع ده على حسب القطاعات اللي هتشتغل بيها. يعني لو القطاع اللي هشتغل بيه هوت رولد سيكشن يعني القطاع من الاول للاخر هو ثابت، فالقطاع ده هيبقى كريتيكال بس في العمود. تمام، ممكن اتشيك على القطاع ده والقطاع ده، شيك كده سريع اشوف حتى الماكسيمم على طول. وطبعا القطاع ده اللي هو القطاع بتاع البراكت ده عشان ده هيتصمم، والقطاع ده والقطاع ده. تمام، بس طبعا التاني بنفس الموضوع، يعني حوالي 5 6 قطاعات بالكثير اللي هعمل لهم تشيك، بس اهم حاجه هو القطاع ده والقطاع ده والقطاع ده. هنا طبعا ممكن استخدم هونش، هنا ممكن استخدم هونش، وهنا في النص يكون مستمر، هنا ممكن ما استخدمش هونش وهنا استخدم هونش، ده كله على حسب التصميم. طيب لو هشتغل بقطاعات بي اي بي اللي هي القطاعات اللي هي اللي بيبقى فيها جزء مسلوب كده، في الحالة دي هلاقي ان انا عندي قطاع ده لازم اتشيك عليه، والقطاع ده لان القطاع ده هيبقى عليه نورمال بس.
ممكن برضه تشيك على القطاعات اللي موجوده هنا. وفي الحاله بتاعت القطاعات المسلوبه الحته دي لازم هتكون مستقيمه عشان الكونكشن بتاع الكرين دي. وهنا هتشيك على القطاع ده والقطاع ده تمام. وبالعكس طبعا نفس الموضوع بقى لو في التراس بشوف اقصى قوه موجوده فين تمام. في التراس الموضوع اسهل بكتير لان انا لو بشوف الماكسيمم تنشن والماكسيمم كومبريشن. دي كانت الحالات بتاعت اللوز كومباينيشن وازاي بجيب الماكسيمم مومنت مثلا والماكسيمم نورمال وابدا اشوف الكورسبوندنج ليه. وفي حاله التراس الموضوع بيكون سهل.